نعم. يقول عندنا يذهبون الجهال إلى الأضرحة مثل المرسي والعباس والسيد بدر وغيره، فلهذا هل هناك عذر بالجهل؟ شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ حمد الوهاب وابن القيم والشيخ ابن باز يرون عدم العذر بالجهل، وهو الذي جاءت به النصوص. قال سبحانه: لينذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن وعرف القرآن، يعني عرف شيء اسمه قرآن، معناه بلغته النذارة. وقال سبحانه أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني اعتذروا بالجهل، ما نعقل ولا نسمع، فما عذروا. الله قال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال سبحانه عن أهل النار: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. جهال ما نعرف. قال الله: ربنا آتهم ضعفين ضعف من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وقال سبحانه: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا استضعفوا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال الله في وصفهم: ما عذر المستضعفين وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم. فمن يسمع بشيء اسمه إسلام أو بنبي اسمه محمد أو بالقرآن عليه الصلاة والسلام يكفي في النذارة. لهذا قل أن تجد أحد من الديانات إلا ويعرف شيء اسمه إسلام. فمن سمع بأنه إسلام يجب عليه أن يسافر ويسأل عن دين الإسلام. وفي العصر الحديث سهل هذا الأمر، مثل يبحث في الحاسب ونحو ذلك عن أمر الإسلام فيجده، وهكذا. نعم. قالوا رحمه كما الله. أن الرجل يذهب من قريته ما يعرف، أحيانا لا يقرأ ولا يكتب، بل أحيانا حتى مرأة تخرج من الريف إلى مكان بعيد بالطائرة حوالي 8 ساعات من أجل أن تطلب الرزق، تعمل خادمة ونحو ذلك، من باب أولى أن يسافر الشخص لطلب الإسلام في نجاته.